ثواني امامنا هنا ميسي مع العيله مع بيدرو بيوزع الهدايا والتاني نباس هل يفعلها نباس ولكن هي الثلاث نقاط لكن تيجي ازاي باساليب مختلفه ميسي عدى ومر وفات وفي النهايه مش ممكن يسجل الاسطوره يسجل لعيبه برشلونه بتدافع فرصه ثاني ميسي قبل بطوله الدوري ثاني من جديد نيمار لا 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 فابريغاس هنا نيمار ميسي والثاني ميسي وسجل الثاني كعادته لابد بان يظهر ميسي الكورة فرصه بتاعه خطيره لبرسا التمرير لميسي ميسي الثاني الان ميسي يمر يلعب كوره ميسي والهاتريك لميسي يلعب كوره حلو قوي نيمار وادي فرصه والثاني ميسي ميسي يمر ميسي يتلقى التمريره فرصه ميسي بيلعب لك كرة هاتف ميسي ميسي الدنيا بكرة ميسي تغطية ومرور خطير الآن محاولة لميسي ميسي يحاول ميسي يمر خطرة جدا الكرة هل يضبط العرضية المرة دي تضبط الكرة هادي أمامنا هنا تيو goes under the legs of the defender dribbles forward to himself around the keeper and puts it قدم يمشي نيوم جيدون المرتدات الخطيرات الى ميسي ليو يحاول مرتده سريعه لبرسا محاصر من خمسه لاعبين ميسي من بينهم يمر ميسي الكره مرة ثانية وانطلق في الجرم على طول فريق برشلونة ولكن راح اترك ليو ميسي خطيرة أليكسيس دي ميسي لوتشو هارت ميسي جول انطلاقة ثاني من جديد مونتويا هتقول لا 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 لتسجيل الأهداف ليو كرة من أليكسيس سانشيز سانشيز التوقيع الضغط ميسي إنييستا ميسي أوه إذا نيمار ميسي بينية لنيمار خطيرة وكرة وميسي يا ميسي الركلة الجزائية ليو يلعب الكرة ركلة جزاء وميسي يلعب الكرة يمرر ويدخل كرة الأمام ميسي أمام المرمى يتقدم ليونيل ميسي كرة مرعوبة نعم يضعها الأرجنتيني في المرمى 92 في الكامب نو في مباراته رقم 200 ميسي 12 في مباراته رقم 13 ميسي يبحث عن هدف جديد ميسي والهدف الجديد ولكن وهناك أزمة ولكن ميسي بوسكيت هيلة ممتازة لبابي دوس ميسي جول ميسي يرفع وين اللمسة الكتالونية ويا سلام عليك في اللمسة الأرجنتينية